عمر طارق بركة. جميل. بقرأ في جامعة البحر الأحمر اقتصاد وعلوم سياسية في السنة الثانية. يعني ناشط مجتمعي، منتمي لكم منظمة مجتمع مدني، في مبادرات كثيرة شبابية منها مبادرة بورتي في ذاتها. أصلاً مجال عملي هو الإعلام، مدير إداري لشركة إنتاج إعلام. هو يمكن كل الناس في مجتمعنا ده بتتأثر من التحيز الجندري والحاجة التفاصيل الكثيرة دي. ممكن كثير في مواقف بتقابلك أنت لا إراديا بتكون فيها متحيز، نسبة لأنه في عادات وتقاليد بتربطنا بالمنطقة، تربيتنا اللي قمنا عليها أصلا، فالحاجة دي بتتعكس عليك من أنت صغير في بيتك، في مجتمعك اللي قمت فيه وفي المنطقة اللي أنت قمت فيها. بعد ذاك أنت بتشيلها معك وأنت ما حاسس، يعني التحيز ممكن تكون يعني أنت منحيز تجاه حاجات كثيرة سواء غير الجندري. يعني التحيز الجندري هو كمية من أنواع التحيز، بس أنت الحياة دي بتكون شايلة معك من غير ما تشعر. ممكن تعزي ناس كتار ممكن تتحيز في مجتمعات كثيرة، مثلا في إطارك بتاع الجامعة، في إطارك مع زملائك في الكلية، في أماكن كثيرة. ممكن نعمل شنو؟ نكسر. طيب ممكن نبدأ في يعني نشتغل من القواعد بتاعتنا نحن أو من نشأتنا، في بيوتنا، في أحيائنا، في مناطقنا. ممكن نستعين بأجسام كثيرة هي ممكن تزلين الحاجة عن طريق مخاطبات تقام في الأحياء، توعية مجتمعية، ممكن ذات منظمات المجتمع المدني تساهم في الحاجة دي، لأنه هي يعني زي ما قلت أنا حاجة بنشيلها، يعني بنشيلها لأجيال من خلال تربية، من خلال تنشئة في أحياءك بسيطة. يعني المفروض الحاجة دي من 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 القاعدة تحت نحن نبدأ نحاول نغير فيها عن طريق الآليات الكثيرة اللي أنا ذكرتها اللي هي المخاطبات الحاجات دي. غير تحيز هو حيكون واقع مختلف تماما عن الواقع اللي نحن عايشين فيه حاليا في الفترة دي. يعني حيكون نوعا ما هو مثالي لحد ما بعيد، يعني لأنه هي يعني أنا بشوف إنه السودان لو بيجي من غير تحيز دي حاجة يعني بعيدة شديد، وحاجة نحن بنتمنى إنه نحن نوصل لها إن شاء الله. رسالة لكل الناس أنا ما هحدد فيها يعني فئة عمرية زي ما قلتها، ممكن يعني أبدأ غير بنفسك أو أبدأ غير من نفسك أنت ذاتك، يعني ما تكون متحيز. يعني رسالة لكل الناس إنه ما يكونوا متحيزين، أبدأ بنفسك، حاول غير في نفسك، أنت أوريدي حتلقى المجتمع كله تغير إن شاء الله.